مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الدينية الأسبوعية. موضوع فقرتنا النهاردة موضوع هو خطير جدا، وممكن ناس كتير جدا ما تكونش بتنتبه ليه، وممكن تكون بتشارك فيه وهي مش واخدة بالها. عشان كده هو تقدروا تقولوا كده يعني جرس إنذار لحضراتكم بأن احنا نركز في هذا الأمر، لأن ظاهرة خيانة المجالس بين كتير من الناس الحقيقة دلوقتي منتشرة مؤخرا بشكل كبير، يعني كالنار في الهشيم كده. ليها أشكال وأنماط مختلفة. ممكن تلاقي واحد مثلا قاعد بيتكلم معاك عادي جدا، تعرفه أو تعرفه أو ما تعرفوش، وتلاقيه بيصورك او بيسجل كلامك من غير ما تحس، وهو شايف ان ده انجاز كبير جدا، اللي هو بص شطارتي انا عملت ده من غير ما حد ياخد باله، وهو ممكن يكون على علم بان دي خيانه، وممكن يكون حد تاني بيعملها بالمناسبه هو مش عارف انها خيانه. رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال انما المجالس بالامانه. يعني هتلاقي ان احنا في اوقات كتير جدا ممكن نكون بنتكلم مع حد بالتليفون يقوم مسجل المكالمه من غير ما انت تحس وبدون استئذانك. طيب هل ده يجوز؟ طيب عقاب دول ايه بالظبط؟ طب ازاي ممكن نتجنب ده؟ وازاي ممكن لو احنا ما كناش عارفين ان ده غلط ازاي نبدا نمنع نفسنا عنه، لانها ظاهره سيئه جدا؟ ايه هو موقف الاسلام والاديان عامه من هذه العاده الخطيره؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي معاكم بالتفصيل مع ضيفي الكريم فضيله الشيخ عبد العزيز النجار، احد علماء الازهر الشريف. فضيله الشيخ، جمعه مباركه على حضرتك ومنورنا في صباح البلد. مبارك عليكي وعلى السادة المشاهدين، وحضرتك اللي دايما منورة صدى البلد وصباح صدى البلد. أشكرك فضيلة الشيخ، بنور حضرتك دايما ومعلوماتك الدينية اللي إن شاء الله ننهل منها النهاردة كده علم ومعرفة بإذن الله. فضيلة الشيخ، ممكن يكون زي ما ذكرت في بداية للسادة المشاهدين كده، إن ممكن يكون الإنسان بيعمل ده بدون علم، ولكن هناك من يتعمد إن هو يصور يسجل يعني يفضح الآخرين بدون إذنهم وبدون ما يعلموا، ويبدأ يتصدر بقى الترندات على السوشيال ميديا. وحضرتك عارف قد إيه بقى فيه هوس بشكل كبير بأن أي حاجة أو أي فيديو يبقى ترند. فموقف الإسلام من هذه الأفعال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة أن هذا الأمر هو من الأمور الهامة والمهمة والأهم، والتي ينبغي أن يركز عليها الإعلام، يلقى عليها الضوء وبكل جوانبها وآثارها وتعريفها، حتى نستطيع أن نحد منها، لأنها تسبب أزمات ومشاكل، وربما ليس على مستوى الأفراد والعائلات بل ربما على مستوى الدول. ونحن نعلم أن مواقع التواصل الاجتماعي الآن أصبحت بيئة خصبة لبعض الدول، إذا أرادت أن تحلل معلومات عن بعض الدول ما عادتش محتاجة، لأن كل أسرار الخاصة بالسكان وبالدولة كلها كله عمال ينشر، وبقت الأمور متاحة. فلابد أن نعلم زي ما حضرتك ذكرت في الأول القاعدة الفقهية، أن المجالس بالأمانات، ودي قاعدة اتفق عليها العلماء، أن السر أمانة وإفشاء السر خيانة. قولا واحدا. والله عز وجل في سورة الأنفال في آية 27 يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني نهانا عن خيانة الأمانة. إفشاء السر قد له مراحل وله مظاهر، يعني احنا بنسميه الخيانة العظمى، اللي هي الأسرار اللي تتعلق بالدول. يعني عشان أطلع سر على أي وسيلة أو بأي طريقة أو بغير قصد أو بقصد، هو خيانة عظمى للدول، يعني ده بنسميه. وبعدين يأتي بقى إفشاء سر العائلة والأسرة الزوجية ومن حولها والأصدقاء وإلى آخر هذه الأمور. وبنجد كمان أن أسرار بعض البيوت النهاردة بقت
ده حقيقة. موجودة. في أشخاص بيتعمدوا فضيلة الشيخ، يعني بنشوف بلوجرز وبنشوف ناس كتير ليها صفحات وهم ناس من العامة، يعني مش هم ليهم شخصية مثلا عامة، يعني شخصية معروفة فبالتالي عاملين صفحات رسمية، لكن لا هم من الشخصيات العامة وشايفين إن ده مصدر رزق ليهم، إن هم يكون ده جزء من الواقع، يعني أنا يعني ببين كل حاجة في بيتي وفي حياتي على الملأ. موقف الإسلام أيضا من دول بالتأكيد. ما ده لسه عايزين نقوله بقى. إن أول شيء في خيانة الأمانة وإفشاء السر إن أنا أفشي سر الأول. إن أنا أفشي سر الأول، يعني ده خيانة أمانة لنفسي كده. لنفسي أنا. ليه؟ لأن أنا كان عندي سر، والسر لا يعرفه إلا أنا وعالم الأسرار جل في علاه. فمجرد ما أفشيت سري إلى شخص ما كشفت ستري. فأنا إذا كنت أنا في البداية لم أأتمن نفسي على السر فكيف أأتمن غيري؟ صحيح. والسر كان عندي أنا الأول وارجع أزعل إن في حد يتكلم. ولكن هناك قضية أخرى، أن أنا أفشي ما عندي لإنسان أنا أتمنه صاحب حكمة ورأي لكي أستنير برأيه كيف أفعل في هذا، يعني عندي سر والسر هذا يؤلمني، ربما اذهب الى عالم فضفضه لا اخذ راي الحكم او المشوره، ربما اذهب الى عالم واقول له فعلت كذا وكذا وكذا من المحرمات فماذا افعل؟ عليه ان يحفظ سري. ذهبت الى الطبيب فلا بد ان احكي له اسراري، هذا امر طبيعي حتى يعطيني الدواء المناسب. فعلى الطبيب ان يحفظ سر المريض. صحيح. ربما أذهب إلى أي إنسان ليس على سبيل الفضفضة وليس على سبيل الشهرة والترندات، وإنما على سبيل أننا أريد حلا للسر الذي يؤلمني من داخلي. فقد يكون هذا ألما عضويا أو ألم مادي. في هذه الحالة جائز فضيلة الشيخ؟ جائز إن أنا لكن لا يجوز للآخر. هايل. ما هو ده اللي احنا عايزين نبين نفرق الأمور سريعا ونؤصلها في الوقت الضيق المتاح في البرنامج. فهو حاجة من أنا الأول عندي إفشاء سر، إذا كان هذا السر لا يحتاج رأي الآخر فأنا أأتمن نفسي عليه، فإن لم أأتمن نفسي عليه فلا ألومن الآخرين، لكن هذا لا يعطي الحق للآخر إن هو يفشي هذا السر حتى وإن لم أقل له أن هذا سرا. يعني مش لازم، في ناس تقول لك بس خلي بالك ده ما يتقالش لحد، وفي ناس ثانيه ما بتقولش. لا لا، بس ما دمت انا يعني فضفضت لحد، يعني ده بغير بقى خلاف ان انا اخد راي حاجه، يعني حاكم، يعني حكم شرعي مثلا في امر من الامور، فما دمت انا قلت حاجه المفروض اللي قدامي يعرف. أو امر دنيوي. امر دنيوي. يعني عندي ازمه اقتصاديه وانا رجل كبير في السوق وعندي ازمه وان انا يعني كاد ان افلس، ورحت رجل خبير في الاقتصاد حكيت له موقفي كله علشان يعطيني رأيا اقتصاديا ينقذني من الأزمة. يعني مش شرط يكون أمر ديني، يعني ممكن يكون أمر دنيوي زي الطبيب. صحيح. زي ما قلنا، زي عالم من العلماء. حتى لو ما قلتش اللي قدامي إن هو سر لازم هو بالظبط كده. بالظبط كده ما يفشيهوش برضو. لا طبعا لا يجوز. لا يجوز. ما احنا قلنا بقى المجالس أمانات. صحيح. وإن نشر السر هو خيانة للأمانة. فمش شرط إن أنا أقول لك، لأن هي المسألة مش محتاجة انك انت على طول وقول لك خبر مش عارف ايه ونلاقي الترندات ونلاقي الناس اشتغلت عشان عرف معلومه ان فلان طلق فلانه، ان فلانه زعلانه مع فلان المشهور، ونجد الدنيا كلها. صح. تحولت وكان هذه هي مشاكل المجتمع كلها في هذا. فهذا في حد ذاته خيانه. وكان من الامور الداخله، يعني كان عندنا في القريه كان احد الاصدقاء من زمان، يعني كان يقول لو سر عايز البلد كلها تعرفه في ساعة قولوا لمراتي ولا ما تجيبيش سيرة لحد، يعني ما تجيبيش سيرة لحد كثيرة احنا، ويقول له اوعى تجيب سيرة واصل محلفني ان انا ما اجيب سيرة. طب يعني كنت انت اولى ان انت يعني حلفك انت. تمام. اوعى تجيب، والله محلفني. الناس بتتعامل مع هذا الامر ببساطة فضيلة الشيخ، يعني يعني ذنب الامر ده يعني قد كده الذنب حياتك وضحته لنا، لكن يعني العقاب ايه بالظبط؟ يعني في الدنيا شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تمام. يعني ايه؟ يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين.
الاول ان انا ما اكونش حريص ان انا اعرف اسرار الاخرين، لان في ناس عندهم دي هوايه. دي حقيقه. تمام. ولا ان انا اغتاب حد. يعني ان انا ما يجيش واحد مش موجود ويقول ده فلان ده عمل كذا وسوى كذا وعنده ابنه بيعمل كذا وعنده بنته بتعمل كذا وعنده كذا، وعمال انشر الفضائح وانشر الاسرار التي يتاذى منها صحيح. الاخر. ونهانا ولا ياكل احدكم لحم اخيه فكرهتموه. يعني الانسان شبه النبي صلى الله عليه وسلم ان التجسس والكلام في حق الآخرين، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتموه. ده سؤال. لا، ما فكرهتموه دي جاية. لكن ده لسه سؤال. لسه سؤال. طبعا الإجابة أكيد لا، معلومة. الإجابة معلومة، والمعلومة يجوز السكوت فيه. الإجابة لا، يعني كرهتموه. فكما كرهتم أن تأكلوا لحم أخيكم وهو ميت، فشبهها بالتجسس وبالغير. شوف الامر صعب ازاي، تشبيه بليغ جدا فضيلة الشيخ. نعم. بس ازاي ممكن برضو يتواطر لبعض الناس مثلا في اذهانها؟ طب انا احمي نفسي ازاي؟ المجتمع بقى مفتوح جدا فضيلة الشيخ، التكنولوجي بقت يعني تطور العصر بقى كتير، كل واحد ماسك معاه موبايل، وانا معرفش نيه اللي قدامي ايه. فممكن تكون قاعد في قعده وتتفاجئ ان انت حد صورك او كنت بتتكلم بحريه نوعا ما وكنت مدي الامان للناس اللي انت قاعد معاهم، وفجاه تلاقي ان انت بقيت ترند. ازاي نحمي نفسنا من ترند. ده انا نفسي في عملي اتاذيت من ناس قاعده معايا فتحوا موضوعات وبداوا يسجلوا هذا الكلام، وانا اتكلم بطلاقه ليس فيها غيبه وليس فيها شيء. يعني كثير من الناس يتعمد هذا ويظن انه حقق انجاز كبير جدا جدا. صحيح. وهو لا يعلم إن هذا الأمر من الأمور الكبيرة والخطيرة عند الله عز وجل. وحضرتك عارفة يعني إفشاء سر بسيط زي بتاع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لن آكل العسل بعد اليوم، اللي أثاره للصفية. هو ده سر حربي ولا ده سر يترتب عليه شيء؟ ما بحبش الأكلة الفلانية، ما فيش فيها شيء، أو مش هاكل بعد كده الأكلة دي. ولكن القرآن أفرض لها صورة كاملة تسمى صورة التحريم لكي يعالج. يعني انتوا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انت فاكر ان الامور سهلة؟ ده عظيمة عند الله عز وجل يوم القيامة. ونزلت آية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة مانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إذ أصر صريحة النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا، اللي هما الاثنين اللي نشروا السر، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. شوف المسألة خطيرة ازاي. جدا جدا فضيلة الشيخ، يعني من صورة كاملة تنزل لتحريم هذا الأمر ده، يعني يغلظ. هو قالوا ان هم اتفقوا عليه، نقول له ان هو كان ان هو اكل عسل، نقول له ان ريحة العسل مغافير وكده. يعني مسألة خطيرة. سيدنا أنس بن مالك يقول لنا وهو صغير، يقول: وأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فأرسلني إلى يعني يأتي بحاجة، يعني يقول: فأبطأت على أمي، فسألتني أمي: لماذا أبطأت؟ قال: لقد أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: وما هذه الحاجة؟ قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه بتعلمه، أم سيدنا أنس بن مالك، يعني حاجة كبيرة جدا في الفكر من صغره. مش تقول له: تعالى والله لو قلت هضربك، أو لو قلت هعطيك كذا. وعندها حب إنها تعرف السر. قالت: لا تفشي السر. السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه، عندما أصر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وتسألها السيدة عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما الذي قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك كلاما فبكيت، وقال لك كلاما فضحكت في نفس الحالة. فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عايزة تقول لها قال لك إيه؟ ما رضيتش تقول لها. لكن بعد الوفاة
حب الاستطلاع ده غريزة في البشرية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جابتها بقى وسألتها تاني. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك ايه؟ يعني المسألة ما نسيتهاش، عندها اصرار، ده الفضول. فاكره ده الفضول يعني فاكره. هو لما انت بكيت كان بيقول لك ايه؟ قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ان كان جبريل يعارضني بالقران في كل عام مره، وعارضني به هذا العام مرتين وما ارى انه اجلي. يعني قرا عليها القران مرتين، فانا كده خلاص يعني دي اخر عام ليا، وده لحق برب، وانت اول اهل بيتي الحاقا بي. يقول فبكيت ثم اصر لها كلاما اخر وقال لها: اما ترضين ان تكوني سيده نساء اهل الجنه او سيده نساء المؤمنات؟ يقول فضحك. سبحان الله. يعني الحقيقه فضلت الشيخ الحديث في هذا الامر يعني ممتع جدا جدا وشيق، لان احنا بنبحر في السيره النبويه الشريفه يعني، ولنا في رسول الله اسوه حسنه. ثانيه واحده اتفضل فضلت الشيخ. افشاء السر هو من صور النفاق لحديث ايات المنافق ثلاث، عشان كل واحد سمعنا يعرف انك انت دي الخلاصه منافق. دي الخلاصه منافق. ولو نقلت الخبر كمان على سبيل الافساد فانت بقيت فاسق. ده يعني دي حاجه بقى تخلي كل الناس تراجع نفسها ألف مره في اي حاجه بتقولها، هي شايفه ان هي حاجه مضحكه، شايفه انها حاجه هفوه، شايفه انها حاجه هينه زي ما حضرتك يعني ذكرت فضلت الشيخ. يعني ربنا يحمينا من خائني المجالس، مخالفه لايات صريحه واحاديث. طبعا ربنا يعافينا يا رب ان شاء الله ويحمينا من خائني المجالس. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر ضيفي الكريم فضلت الشيخ عبد العزيز النجار احد علماء الازهر الشريف، نورتنا يا فندم واسعدتنا بمعلومات حضرتك الوفيره دايما. امين يا رب العالمين جميعا. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، وهاخد من كلام فضلت الشيخ لما تحدث يعني في السيره النبويه الشريفه، وازاي يعني والده يعني عالم من علماء الفقه انس بن مالك قالت له خلاص ما تفشيش السر، فهو ده اللي احنا المفروض نغرسه في اطفالنا من البدايه، وعلشان اطفالنا هم دول ان شاء الله شباب المستقبل، وعشان يعني ان شاء الله يعني كده يكبروا على وعي كامل وعلم بكل الامور الدينيه والايمانيه، وان شاء الله ربنا يحميهم. فخلينا كمان يعني ناخد حضراتكم دلوقتي لفقرتنا المخصصه للاطفال اللي زميلتنا حنان المطعاني كل اسبوع الحقيقه بتكتشف مواهبهم وكمان بتديهم معلومات تنميهم وتوعيهم لبكره ان شاء الله. بشكركم مشاهدينا، نروح نتابع دلوقتي زميلتنا حنان المطعاني مع موهبه جديده من مواهب اطفالنا.